السلام عليكم uh, ان شاء الله هذه uh, الحصه هذه uh, غادي نحاولوا نديروا الكوريكسيون ديال لا سيري نيميرو 2 اللي كتصفت لكم اللي فيها 3 اكزرسيس uh, نبداو بالاكزرسيس نيميرو 1 ركزوا معايا عافاكم اكزرسيس نيميرو 1 آن. انا خدامين كيف قلنا في سوليسيون ديال لا سيري نيميرو 2 par exemple 30, scientifique. Donc pour l'exercice numéro 1, qu'est-ce qu'on a On considère la fonction suivante qui est f de x est égale à 2x sur x carré moins 1, 2x sur x carré moins 1, c'est la fonction qu'on a Bien. Chame question que nous avons. La question 1, 2 et 3. La question 1 fait à deux questions. Déterminer D de F. La première question. Ouais, premièrement, A. Je vais vous lire. Déterminant quoi? D de F. Il y a un domaine de définition. Déterminant D de F. Qu'est-ce que je veux dire D de F à faire combien Quand je suis Canardo, j'ai dit c'est ma fonction rationnelle.

L'équation, les x carré moins 1 est égal à 0. C'est-à-dire que x carré est égal à 1. C'est-à-dire que x est égal à racine carré de 1, il y 1. Ou bien x est égal à moins racine carré de 1, les 1. il y a moins 1. la méthode Ou la tâche identité remarquable, il y a carré moins b carré. La ou la tâche تخدمها على شكل يعني تحسب لو ديسكريمينون دلتا تحسب دلتا ديالك وتخرج يعني كاين بزاف ديال لي ميثود المهم هذه من بين لي ميثود اللي ساهلين دونك لقيت انا اكس راه ماشي اي تيغال أه. هي في الاصل خصها تخالف ليا حيت عندي ديفيرون خصنا نرجعو اكس ديفيرون دو ان اي لا نيغاسيون ديال او هي اي اكس ديفيرون دو موان دونك هاد لي دو فالور كيتسماو دي فالور انترديت أه. ما عنديش حق نعوض بهم حيت الا عوضتهم غادي يخلقو لي مشكل هادوما هادو هما الاعداد اللي كيخرقوا لي مشكل في هذا دونك الا عوضت في الديناميتور غيعطوني زيرو بحال عوضت واحد اس 2 هنايا واحد ناقص واحد هي زيرو ما يمكنش دونك نجيو هنا نكتبوا دي دو اف الدومين دي <تصفح> <تصفح> دو ديفينيسيون اللي هي ار بريفي دو غنحيدوا منها الموانزا اي ان بغيت نكتب على الشكل راه صحيح ما بغيتيش كتكتبها سو فورم د انترفال من موان لافيني جوسكا موان زان اوفيغ اونيون من موان زان جوسكا ان

et l'antécédent de 2x sur x carré moins 1 par la fonction f. Il yani, y a une aide qui se mélie à soror, à x, ou à dire qui se mélie à sable, à dire échelle. Il yani, y a une aide qui se mélie à antécédent, ou à échelle qui se mélie à image. Nous allons rire de Bahuma juste le déterminant les antécédents. Je ne veux qu'à le bout de Bahuma, c'est l'x. Mais je ne veux qu'on rire de déjà au risque qu'il fait. On résout quoi? On résout l'équation. Nous allons ملي بغاو هما لي زونتيسيدون ديال هاد العدد دونك شنو فهمنا بان هذا كتعتبر ايماج دونك حنا كنقلبوا على لي زونتيسيدون ديال هاد العدد هذا يعني الصوابق ديال هاد العدد يعني كيفاش اون ريزول ليكواسيون اف دو اكس ايت 4 سو 3 ولينا في ريزولوشن ديال واحد ليكواسيون ركزوا معايا مزيان هاد اكس هو اللي كيتسمى اونتيسيدون هو اللي كنقلبوا عليه و4 على 3 هما عطينا ليماج يعني الا بغاو هما لونتيسيدون كيعطوك ليماج بغاو ليماج كيعطوك لونتيسيدون شي ساهل دونك اف دو اكس راه عندنا ها هي نعوضو ب اف دو اكس كانت عندنا هنايا ركزو معايا مزيان غتولي ليا هنا نعاود نكتبها عفاكم اف دو اكس ايتيكال ا كات سور تروا ايكيفالون ليا شحال اف دو اكس عندنا هي دو اكس سور اكس كاري موان زا ايتيكال ا كات سور تروا داكوغ غيعوضنا اف دو اكس دابا هادي معادلة نخرجو ترونكيل كي يقولين <applause> واحد المقام كان هنا من الافضل دير لو برودوي زانترميديير يعني جزء الطرفين يساوي جزء الوسطين اللي هي 3 في 2 اكس اللي هي 6 اكس هذا كيساوي 4 في هي 4 فاكتور دو اكس هنا 6 اكس تي 4 اكس كاري عمليه النشر 4 في ناقص 1 هي ناقص 4 الطرف ولا بحال بحال عندي 4 اكس

دلتا بغيت تزيد تعمل هنا بجوج وتكمل مشكلة ، مشكل هنا من الأفضل دير دلتا مباشرة هي دلتا ب كاري موان كات ا س على لو ا لو بي و لو سي. كيف وريتكم ال ا هو كات لعلي ضرب إكس كاري بي هو موان سيس و سي هو موان كات هاو بي غنعوضها بموان سيس موان سيس دو موان كات فوا ا اللي هي كات فوا اللي هي كات

donc, cette équation admet combien de solutions Admet deux solutions distinctes. Léon, qui est x1 et y a x2. x1 est moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Et x2 est moins b plus racine carrée de delta sur 2a. D'accord. b est moins 6, mais le moins est 6. Moins racine carrée de delta, racine carrée de 100, c'est 10. Je les deux fois 4, c'est 8. On fait ce 6 moins 10c moins 8. Euh, -moi dire. 6 moins 10c moins 4. Moins 4 sur 8. On dirait 100. Il y a moins 1 sur 2. D'accord? Donc, moins 1 sur 2. Alors là, y a la première solution. La deuxième. Moins b, c'est 6 plus 10 sur 8. 6 plus 10c, 16. 16 sur 8 est égal à quoi? Est égal à 2. Donc combien de solutions? Il y a deux solutions. Achiamo des solutions. Moi le x1, moi le x. X1, x2. On a calculé où les x. Donc j'ai deux antécédents. Quel en a deux antécédents. Moi je vais voir une soule. Déterminons les antécédents de 4 sur 3. J'ai deux antécédents. Quelle est? Quelles en a deux solutions. Donc j'ai autre que donc j'ai un colonel. Les antécédents.

Question numéro 2. Étudier la parité de la fonction f. Angelina. Deuxièmement, étudiant la parité de la fonction f. L'étude de la parité, il faut vérifier deux conditions exactement. La première condition, quel que soit x appartenant à quoi? à d2f et moins x appartenant aussi à d2f. Et la deuxième condition, c'est, quel que soit x appartenant à d2f, on va faire l'image de moins x, ça veut dire f de x. Et les deux conditions qu'on a appris on va essayer deux conditions. Donc, la première condition, c'est la condition numéro 1. La condition numéro 1. Dans mes définitions, on va déjà. Les hommes moins l'effigie de moins 1. ها ديالو هو ان بلس انفيني من موانزا حتى ا اصلا متماتل حيت كاين لو زيرو هنايا من موانز حتى ل زيرو ومن زيرو حتى لواحد يعني هذا كامل راه متماتل يعني لا بروميي كونديسيون اي ديجا فيريفي الى عقلتو يعني اي عدد خليتي هنا المقابل ديالو تاو كاين هنا علاش حيت هذا متماتل بالنسبه للصفر يعني ما كاين حتى في فيه حتى شي مشكل دونك نجي هنا بالنسبه لا بروميي كونديسيون قلنا كنكتبو بور 2x appartenant à R privé de moins 1 et 1 on a moins x appartenant aussi à R privé de moins 1 et 1. La première condition est déjà vérifiée. condition numéro 2. Lire pour x

وعاوتاني هنايا كانت عندنا اكس كاري موان موانزا حنا غادي نديرو موان اكس كاري موان موانزا فيما تبان لي الاكس غادي نعوضها بموا اكس ها لا فونكسيون كانت عندي برانسيبال هاي هاد الاكس هادي غادي نعوضها بموا اكس وهاد الاكس هادي تاهي غادي نعوضها بموا اكس ونحسبو ترونكي نشوفو شنو واقع نجيو هنا دو في موان اكس سي موان دو زيكس هاهي شي كاملة هاد الموان تقدر دير هنا تقدر دير هنا مكاين تا شي مشكل موان اكس ا بيسونس دو سي اكس كاري هاهي موانزا اش كتلاحظوا هذه الكتابه هذه بوحدها راه هي اف دو اكس ها هي لاحظوا عفاكم ها هي اف دو اكس هاي و كيفاش مضروبه مضروبه في الموان دونك هي اش هي موان اف دو اكس شنو فهمنا هنايا ملي خرجت لينا لا فونكسيون اف دو موان اكس ايغال ا موان اف دو اكس يمكن لك تقول دونك اف ات اون فونكسيون كيفاش دايره امبير à dire la parité donc la fonction mais là est impair. parce que c'est moins zéro. Et la question. Ben, la question numéro 3 Que le montrer que la démonstration à un journal montrant que t est égal. Non t ou t de AB يعني هو تو دو دو فارياسيون تي دو ا بي ولا تي يعني دو اكس واي هما فرضوا علينا في التمرين اكس و واي يعني كتساوي ليا اف دو اكس موان اف دو واي هذه القاعده ديجا اكس موان واي هذه القاعده انا كنت كنخدم معكم هنا تي دو ا هي اف دو ا موان اف دو بي سو ا موان بي واخا تكون اكس واي واخا تكون اكس ا اكس دو واي ا واي دابا ما عندناش مشكل لو كاين مجاهيل المهم هادشي هادي على حسب شحال خصو يساوي ليا خصو يساوي موان دو اكس إيكغي موان دو هادشي كامل على إكس كاري موان زان فاكتور دو إيكغي كاري موان زان دبا حنا خاصنا نحسبو لو طو فارياسيون ديالنا راسنا في الأخر خصو يخرج هي واش هادي هو السؤال اللي باغيين نتمناو تكونو فهمتو نجيو هنايا بالنسبة لو طو فارياسيون نحطو بعدا لا فونكسيون باش مدوخوش إف دو إكس ها هي إتيكال اللي هي 2 اكس سو اكس كاري موانزا عافاكم حاولوا تبعوا معايا مزيان هادي هي لا فونكسيون واش خاصنا هنايا بغينا اف دو اكس ها هي اف دو اكس وبغينا حتى اف دو واي فني اف دو واي ها هي اف دو واي ايغال بلاص اكس نعوضها ب واي فين ما تولي شي اكس اونفا فا لو رومبلاسي بار كوا بار واي غتولي عندي 2 واي على واي كاري موانزا دكا دونك ولات عندي الاف دو اكس ولات عندي اف دو واي و اكس واي غيبقى في لايسون ونخدم ترونكيل غتولي عندي تي اي تي كار اف دو اكس باش نعوضها بهاد اف دو اكس هاهي اللي هي دو زيكس سو اكس كاري موان زا غنقص منها اف دو واي فين اف دو واي هاهي اللي هي دو زيكري شي كامل على واي كاري موان زا شي كامل غنقسمو على شحال على اكس موان واي مزيان هذا هو الحساب بعاد يمكن لي نكمل دونك انا بهنا درت غير تعويض عوضت هادي بإف دو إكس هاهي وعوضت هادي بإف دو إكغي هاهي هنا إكس موان إكغي هاهي إكس موان إكغي هاكا باش بقى لي هنايا غادي نوحد المقام هنا الفوق ونحسب ترونكيل نضرب في المقلوب صافي وغادي يخرجو بديك العبارة اللي باغيين هما اللي هي هادي هاهي المهم الهدف ديالي هو خص تخرج ليا العبارة هادي نجيو هنايا تي إتيكال غادي ندير بحال هكدا لتحت عندي إكس مو إيكغي والفوق غادي نوحدو المقام شنو المقام واحد هو إكس كاري موان زا فاكتور دو إيكغي كاري موان زا نجيو لهنا عفاكم غنوريو يعني دابا دو زيكس فاكتور ونضرب في هادشي هدا ناقص هدا في هو هادشي هو غنكتبو دابا ركزو معايا عفاكم اللي هي دو زيكس فاكتور دو إيكغي كاري موان زا عاد موان دو زيكغي فاكتور ديال إكس كاري موان زا صافي نجيو هنا ونحسبو 2x fois y carré. Il y a et 2xy carré. Moins 2x c'est 2x moins 1. Moins 2x carré y ou la y yx carré, carré Moins 2y moins 1 c'est plus 2y. J'ai qu'à m'éloigner. Elle est x carré moins 1. فاكتور دو كاري كان نقسم على x x-y مزيان في المقلوب ديال هدا اللي غتولي ليا بحال هكدا نديرو جوج باش يبان مباشرة يخدم هنا لي متريني شوية نجيو هنايا هنا نقسمو هنا على 1 x x x-y هذا على هدا نعاودو اللي هو x كاري موان هنا y كاري موازن. والفوق

داكا ولا هنايا إيكغيك موان إكس بغيتي تولي هي إكس موان إيكغيك مو ممكن ولكن تعمل بالموان علاش غادي نرجعو على الكتابة على حساب هادي حيت تحت عندك إكس موان إيكغيك تهنا خص تكون عندك إكس موان إيكغيك دونك باش خص تعمل هنايا بالموان باش تفهمو دابا تا كدير العملية عاد كيبان لك واللي بانت لي من الأول راه يديرها من الأول أنا كنبسط باش كلشي يفهمني دونك هنايا موان دو زيكس إيكغيك هاهي فاكتور إكس موان إيكغيك ملي عملتي بالمو هذا كان موجب مثلا يولي سالب كان سالب يولي موجب هي اصلا ماشي سالب ولا موجب حيت هادو راه مجاهيل انا باش تفهمو صافي دونك ملي كتكون الموان كنرجع انا بلس ملي كتكون بلس كنرجع مو وهنا غادي نعملو عاوتاني باش يتعمل غتعمل بالموان دو الى عملتي بالموان دو شيبقى هنا تبقى لي اكس مو واي شي كامل على اكس كاري موان زا فاكتور دو واي كاري موان زا فوا ان سور اكس موان واي مزيان شكون بالينا عاوتاني

Donc, il y a la démonstration ce qu'il fallait démontrer. Elle était égale moins 2xy moins 2. Je suis comme elle est x carré moins 1. Facteur de y carré moins 1. Elle est au souhait libéré. D'accord Et nous avons la troisième question. Donc, la question est la suivante. B. Galo-Lia déduire, déduire la variation de la fonction f sur les deux intervalles. Les deux intervalles, les romains. Attends, le romain 0 jusqu'à 1, la K, au 0 fermé, au 1 ouvert. وعطاونا عاوتاني اي لانترفال الاخر اللي هو اش من ا جوسكا بلس لانفيني والا كيفاش داير هو اوفير إذا لاحظتوا هذا الانترفال قبل ما نخدم فيه كنمشي نرجع للدومين دو دي ديفينيسيون اللي كان عندي ها شوف الدومين اللي كتبت لكم يعني قلت لكم من الافضل تكتبوا على شكل على شكل ديزانترفال يعني ما تكتبوش الكتابه هذه يعني ماشي خاطئه غير باش يبان لينا يوضح لينا توضح لنا الرؤيه اش بغاو هما دابا بغاوها نتوما شوف قارنوا لي من زيرو حتى لواحد فين كاين من زيرو لواحد ها الزيرو كاين هنا من زيرو حتى لواحد وزيد ومن واحد حتى بلس انفيني ها من واحد حتى بلس انفيني يعني النص ديال المجال ديال مجموعة التعريف يعني غير يعني يعني خدموا الم... غير على واحد لابارتي ولابارتي الاخرى كيتسنى منك انت تستنتجها الاستنتاج ديالها هو اللي غادي نخدموا عليه ركزوا عفاكم مزيان اش كنقول نعاود قالوا لي غاتخدم غير من زيرو حتى لواحد من واحد حتى بلس انفيني بغينا لا فارياسيون سيتالي واش لا فونكسيون كخواسون ولا دي كروسون وهاد المجال هذا انت اللي غادي تستنجو يعني تقول عليه تا واش كروسون ولا دي بلا ما تخدمو ولكن بالاستنتاج داكا دونك نجيو هنايا ركزو معايا مزيان بالنسبه لا اول حاجه غادي نديرو غتقول لي اون لو طو دو فارياسيون اللي خرج لينا هو اللي كندرسو اشاره تي تي كوا موان دو زيكس إيكغيك موان دو يعني إلا خطأتي في هدا يعني ما قالوش لك في التمرين زعما مونطري لي شي حاجه وخطا شي فين تاي ما يمكنش دير لا فاريسيون لا يمكن كنون على لو نيفو ديال طرونكوما داكا هنا غري كاري موانزا دونك الا بغيتي نتا تعرف واش كرواسونط ولا ديك كرواسونط هادي لا فاريسيون اللي كتسمى لا مونوتوني داكا الا قالك لك ايتيدي لا مونوتوني بيان لا فاريسيون انا نفس الهضره دونك نجيو هنايا هاد لو طول فارياسيون خصنا نديرو لي شي دو سين ديالو خصنا ندرسو لي اشاره لي شي دو سين باش الا عرفنا بوزيتيف راه غادي نقولو كروسون لا فونكسيون برينسيبال كروسون <متحدث> الا كان نيجاتيف غنقولو ديك كروسون خرج زيرو طبعا غنقولو راه كيما ديال ستاسيونير يعني كونستانت داكا انا ما عندناش الحاله حيت ما هادشي هذا ضروري خص يكون ما خرجت يا اما كبر من زيرو يا اما صغر من زيرو ما خرجتش ليا زيرو هنا دونك نجيو هنايا يعني تقدر تنعاد في بعض الحالات ولكن تنعاد يعني تنعاد الا عوضتي الاكس اكس و اي بعض القيم ولكن هنا خصنا ندرسو بعدا الاشاره نشوفو شنو واقع امتى كتنعاد امتى كذا امتى كذا دا داكا نجيو هنايا جواب الطريقه ركزوا معايا عافاكم نكتبو هنايا سيغ سور... سيغ لانتيفال زيرو جوسكا ا غنمشيو في المجال الاول بعدا وعاد نشوفو الاستنتاج ديالو في البلاصة الاخرى داكا ستوكاج <applause>